فرت كيم مون شيم من كوريا الشمالية فوصلت إلى كوريا الجنوبية أواخر عام 2009، والفضل في ذلك يعود إلى جهود كنسية. فبعد رحلة المخاطر عبر الصين وميانمار ولاوس وتايلند، وصلت أخيراً إلى الجنوب لتجد الانقسام. الجميع يحدقون بي هنا عندما أتكلم بسبب لهجتي. هناك الكثير من كوريا الجنوبية سألوني لماذا أتيت إلى هنا، وبعضهم سألني ماذا سيحصل لكوريا الشمالية عندما يلجأ جميع سكانها إلى كوريا الجنوبية. القس شان كي وون ساعد المئات من كوريا الشمالية مثل كيم مون شيم للعبور سالمين نحو كوريا الجنوبية، ولكن العقبات كثيرة أمام هؤلاء اللاجئين. بعد عيشهم في الصين مطاردين وخائفين، يعتقدون أنهم سيحظون بالاستقرار والحرية بمجيئهم إلى كوريا الجنوبية، لكن الأمر أصعب من ذلك بكثير لأنهم لا يعرفون سوى الاشتراكية، وهنا المجتمع رأسمالي. بالنسبة إلى اللاجئين، إنه أمر شاق الانخراط في مجتمع متطور تكنولوجيا، ففي كوريا الشمالية الحكومة تدير حياة الناس ووظائفهم، وبوصولهم إلى الجنوب تبدو المبادرة الفردية سيدة الموقف. كان أوكسيل تقول إنها احتاجت إلى 4 سنوات لتشعر بالاستقرار، وذلك عندما التقت بزوجها من الجنوب. اليوم يدير الثنائي وكالة وسيطة للزواج بين نساء الشمال ورجال الجنوب. نخضع الشركاء المحتملين إلى الاختبارات، ونتعامل كالأخوات والأمهات مع أولئك اللواتي يأتين بمفردهن. لكن الزواج ليس في مقدم أولويات كيم مون شيم. إنها تدرس بجهد لتحصيل علمي فاتها في كوريا الشمالية، وطموحها مغادرة كوريا الجنوبية وقد أصبحت طبيبة.